بالنسبه للوداني كيهضروا الهضره كثيره في هذه الثلاث ايام بينزا اسماعيل حداد بالاضافه كيف قلنا لجوج كاميرونيين ونيجيري جوج لاعبين من البطوله 10 واريير غوش ولاعب وسط ميدان كذلك فيمكن هذه السيمانه الوداد غير يخلصوا المنع يمكن ابتداء من نهار الاربعاء ولا نهار الخميس وانتدابات غادي تكون وغادي تتوقع لانها تفيناليزات بواحد 80 90% كاين اللي صافي 100% صافي وقع قضى الامور وكاين بعض الامور البسيطه اللي غادي تخلي يمكن السيمانه الجايه تكون هي السيمانه ديال الحسم ديال جامعه الصفاقس. شكرا لك خويا. كاين انا بغيت اجابه من عند بن العودي هو يهضر لينا على الوضع الحالي ديال الوداد واش غارقه ولا ما غارقاش وشكون غادي يكون عنده بزاف ديال الدواسه من هنا للصيف. بن العودي يقول لك انا ما عنديش مشكل. قول لي اخويا على الراس انت قلتي كل شيء. بعدا هو الوداد بحاله بحال الفراقي كاين 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 المنع المنع تقريبا في حدود واحد 800 ولا 900 اللي ربما بالمنحه اللي غتدخل ديال البونو راه غيرفعوا بها المنع اللي كيبان بان الوداد حاليا كتعيش وضع عادي. حنا كنا كنقولوا بان وضعيه راه صعبه بس ما عرفهاش تعرف كتقلب على المعلومه كتعرف شوف لان ما كانوش عارفين باش شوف كون واحد نعذروه لان الواحد اللي كان شاد الامور في يده هو سعيد النصري مشى سعيد النصري اللي كيبان حاليا هاد الحركيه اللي كاينه ديال انهم يريزيليو اللعبه معنا راه ما يمكنش غتريزيلي لعبه وانت ما جيش ما جيش في اللعبه ديجا اللاعب النيجيري ربما راه وصل للمغرب باش انه يوقع وجايين لاعبين اخرين معنا كاينه الوضعيه الماليه لحد الساعه مقاده خاص يترفع المنع باش يكاليفيو اللعابه الجداد اللي خصهم يجيو وعاد يعني كنظن بان اكثر من 50 ولا 70% ديال اللاعبين واخدين المنح ديال التوقيع الشيء اللي ما كاينش بزاف ديال الفراقي استثنينا بعض الفراقي اللي عندهم وضع مالي وزدنا عليهم الراجع واخا كاين الازمه مره كيعطيو هذا فباقي الانديه كل شيء ولات اشاعه سميتها منحه ديال التوقيع. حنا كنشوفوا غير دابا الرواتب الشهريه ما كايناش مجموعه ديال الانديه شنا طنجه شهرين هما اضراب ما عندهم لا رواتب شهريه لا والو بالرشيد محمديه يلاه دوز لهم خداو منحه باش يدوزوا لي سالير اللعابه ديالهم فكنقول بان لحد الساعه الوضع داخل الوداد بالنسبه لي وضع جد عادي في الامور اللي غاديين فيها ما كاينش يعني ازمه اللي كنا كنتوقعوها بالعكس من بعد عاد عرفنا بان كاينه مداخيل اللي هي جايه ومداخيل اللي غتخليهم يخدموا مرتاحين اللي خاص داخل الوداد هو هذيك المرحله ديال الفراغ ديال النتائج اللي دازوا منها في المباريات الاخيره يعني تكون ترومب لا باش يدوزوا من بعد هذا المعسكر اللي غادي يدار انهم يدخلوا واللاعبين اللي يجيو يعطيو اضافه. شفنا الوداد جابوا مجموعه من اللاعبين ما عطاوش اضافه نهائيه شرقي بحري احناش واسماء اخرى اللي خداو الفرصه ديالهم ولكن ما عطاوش اضافه وكاين الاسماء اللي كانت مظلومه بحال الياس الشتيني ما كانش كيلعب هو لاعب بان بانه في المستوى ولاعبين اخرين فكنظن بان الوداد اللي محتاجه هي ان تكون عندها مجموعه قويه جروب قوي ويعيش مزيان ما يبقوش هاد المشاكل اللي كانوا اللي شفنا ديال بوسفيان ولا ديال زهير المترجي ولا لاعبين اخرين اللي ممكن يخلقوا يعني مشاكل باش تحقق نتائج لان باقيين جوج مباريات مهمين للوداد خصهم ينتصروا فيهم في عصبه الابطال ويتسناو نتائج ديال المنافسين شنو كاين كيف ما باش نعاود نرجعوا نجاوبوا لحد الساعه بالنسبه للوداد كاين المنع ديال ثلاثه اربعه ديال الملفات فيان سفيان كركاش كومارا و بابا توندي ومعده بدنيه معده بدنيه ولكن كاين دابا المشكل هو ما يكونش عندك فلوس باش تخلص تما كيكون المشكل اما لحد الساعه غير المنحه ديال بون واحد 900 ولا كذا راه غتخلص كامله بالنسبه لرفع المنع وديك الساعه يكون يجيبوا لاعبين ديجا كيبان لك هاد ريزيلياسيون الكاميروني اللي وصل النيجيري اللي جات هو البارح ولا اليوم فيعني الوداد خدامين كيقادوا في الفرقه ديالهم برافو. نتمنى بان كما كنا كنقولوا ان دخلوا لمرحله صعيبه ولكن كيبان ان الناس واقفين